الغيب كثير مقيد فإليك ألتجئ طالبا الخلاص. فيا عذراء وأم الكلمة من الشدائد والصعاب خلصيني. أيقونة بواجب الاستئهال. أيقونة بواجب الاستئهال موجودة في عاصمة الجبل المقدس في كارييس. هالأيقونة بيعود زمنها للقرن الثالث عشر، لما كان على عادة الرهبان في الأعياد الكبيرة وأيام الآحاد أنه يشاركوا في الكنيسة الأم أو الكنيسة الكبرى في السهرانيات والصلوات. كان أحد رؤساء القلالي معه راهب تلميذ، ترك تلميذه لكي يشارك هو في سهرانية الكنيسة الكبرى. عند المساء سمع هذا الراهب طرقا على الباب، فتح ورأى راهبا غريبا، استضافه وعندما حان موعد الصلاة طلب منه أن يصليا. وقفا للصلاة، وعندما ابتدأوا بالسحرية رتل هذا الراهب ترتيلة يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم. استوقفه الراهب الغريب وقال له يا أخي هذه يجب أن ترتل بهذه الطريقة بواجب الاستئهال حقا مغبت وقالت إله الدائمة الطوبة البريئة من كل أمة إلهنا. ويتابع يا من هي أكرم من الشروبيم. قال له الراهب أنا لم أسمع بهذا النشيد من قبل ولكنه جميل جدا، هل يمكن أن تعلمني إياه؟ أعاده مرة أخرى ذاك الراهب الغريب، وعندما أراد أن يكتبه لم يجد رقا ولا ريشة. أخذ هذا الراهب الغريب بلاطة حجرية وكتب بإصبعه هذا النشيد وقال له من اليوم فصاعد ينبغي عليكم أن تصلوا هذا النشيد هكذا. واختفى هذا الراهب بطريقة عجائبية. عندما عاد رئيس القلاية قال له التلميذ ما حدث معه وأراه هذه الترتيلة المكتوبة على البلاطة الحجرية. أرسل إلى رئاسة الجبل ومنها إلى البطرق القسطنطيني هذا الخبر وأرسل معه البلاطة الحجرية. ومنذ ذلك الوقت دخل هذا النشيد في الليتورجيا الكنسية حتى يومنا هذا. التقليد يؤكد أن هذا الراهب الغريب لم يكن إلا رئيس الملائكة جبرائيل. الأيقونة موجودة اليوم، نقلت من تلك القلاية ووضعت في كنيسة البروتاتون كنيسة العاصمة في الجبل المقدس. وحتى اليوم عندما يرتل أمام هذه الأيقونة هذا النشيد بواجب الاستئهال حقا نغبت والت إله تفيض هذه الأيقونة بخورا مقدسا يملأ الكنيسة وكل أرجاء المنطقة المجاورة. تحظى هذه الأيقونة العجائبية بشعبية كبيرة عند الشعب المؤمن لكثرة الآيات والعجائب التي جرت بواسطتها.